السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا متابعينا مشاهدينا الكرام على جريدكم من جنت مراكش وداخل قاعة رياضية تابعة للبطل يوسف الكعوب. هذا البطل غادي يحكي ان شاء الله على مسار الرياضي الحافل كما هو ظاهر على الصورة الخفية. فالعديد من الجوائز، العديد من البطولات الحاصلة على يوسف اللي ان شاء الله الرحيم غادي يخليكم وياه تعرفوا عليه بطاقة تعريفية أولية. سي يوسف البطل ديالنا، مرحبا بك. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذ يوسف الكعوب، المدير التقني لجمعية أسود مراكش للرياضة. اليوم كنتواجدوا يعني بالقاعة ديال أسود مراكش للرياضة، بطل العالم في النسخة الثانية لبطولة العالم سنة 2018، بطل العالم كذلك في النسخة الثالثة لفنون الحرب الفيتنامية النسخة الثالثة 2024 بدولة الفيتنام، حصل على ميدالية فضية. كذلك بطل إفريقيا سنة 2019، حصل على مجموعة من الألقاب الوطنية، حاصل على سواء بطولة المغرب وكذلك كأس العرش وكأس ملي الحسن. الحمد لله تقريبا واحد ما يفوق 14 سنة تقريبا ديال الممارسة ديال فن الحرب. يوسف، أكيد حنا يعني مبهرين بزاف بتقديمك لمسارك ك يعني حافل بجوائز. خليو المشاهدين جريدة نشان يتعرفوا على البداية ديالك، فين كانت البداية بالضبط الأولى للبطل ديالنا يوسف؟ البداية ديالي كانت في مجموعة ديال الأندية بمدينة مراكش، سواء في المسيرة ثلاثة، كذلك مسيرة واحد، الحميد، كذلك كنت نتنقل لمدينة اليوسفية في يعني في نهاية العطلة يعني الأسبوعية جمعة سبت حد، باش أننا كان يعني تسقل الموهبة ديالنا، وكان يعني كنزيدو نتعمقوا في الرياضة، لأنه المدير التقني ديال رياضة تيولام جولونغ بوكوتريان الرياضة الفيتنامية، كما كنقولوا الزاوية يعني المحور ديالها هو اليوسفية اللي كيشرف عليها المصدر السي هشام بن حمادي، وهو المسؤول على هذه الرياضة في المغرب وإفريقيا ودول الشرق الأوسط كذلك. سي يوسف، أكيد أن المشاهدين مهتمين أنه يعرفوا أكثر على لسانك هذا النوع ديال الرياضة، كيفاش أنك قضيتي مسارك يعني الشخصي؟ ما تابعش أكيد غادي نقول شي جمعية لواكبات ولا شي جامعة خاصة بالمغرب، وحنا بغينا نطرحوا واحد التساؤل، كيفاش يوسف مشى في هذا المسار وهذه الرياضة اللي هي ما معروفاش في المغرب؟ بالنسبة للرياضة ديال تيولام جيولونغ هي جديدة العهد في المغرب بصفة عامة، تقريبا عندها واحد 12 عام دابا، مارس عدة فنون قتالية وحربية، اللي من بينهم البوكس، الفول كونتاكت، تايكواندو، كوانكيدو. كوانكيدو هو واحد النوع ديال الرياضة سينو فيتنامية، كذلك مارسنا تيولام جيولونغ. بالنسبة لرياضة تيولام جيولونغ، كما قلت لك انه 2012 عاد دخلت بصيغة رسمية الى المغرب. كنا كما قلت لك كنت بلاصه مدينه اليوسفية باش انني يعني ناخذ الخبره وناخذ فيها يعني الدروس الى غير ذلك، وكان لنا الحمد لله وفضل الاستاذ ديالنا السي هشام بن حمادي عندنا هو تقفينا وقال المشعل، وعبد الربي هو اللي دخلها لمدينه مراكش سنه 2015، ومن ثم وحنا كنكونوا الممارسين، والحمد لله في الرصيد ديالنا مجموعه من الابطال على المستوى الوطني، وثلاثه ديال الابطال على مستوى الدولي اللي لعبوا في كاس محمد السادس الدوليه، سواء النسخه الاولى وسواء النسخه الثانيه.
هذا الحمد لله ما جاش من فراغ الا وكان واحد الصبر وكان واحد الجهد اكيد خويا غادي نقضي فينا على الصبر والمجهود ومواكبه هذه المده ولا تغفر ديك 8 ايام خلال التدريب من اين كانت تجيك الدعم؟ هل هناك كان دعم معنوي ولا مادي؟ بالنسبه للدعم لا المادي ولا المعنوي كان كشخصي يعني باش انه باش انك يعني ديبلاصا وتمشي وتقاتل الا كان دعم يعني دعم شخصي دعم مادي ديالي كنلقاو بحال يعني مثلا ملي كنظموا التظاهرات على المستوى الوطني داخل مدينه مراكش يعني بطولات المغرب وسميتو كنلقاو دائما الحمد لله الشكر لله على مقاطعه مجلس مقاطعات المناره سواء في عهد السي توفلا او في عهد السي شفاقي اللي كنلقاهم يعني ما هو لوجيستيكي كنلقاهم بالجانب ديالنا تيساعدونا رفقة المجلس جامعة مراكش سواء كما يقولوا الولاية ديال السي بالقيد ولا سواء الولاية اللي كتشرف عليها الأستاذة فاطمة الزهراء المنصورية حاليا يعني يعني تسكي لوجيستيك يعني كنلقاهم يعني في سميتو اللي قدرهم كما كنقولوا قدرهم الله عليه باش انهم يعاونوا جمعية أسود مراكش للرياضة كيعاونوها اما الدعم المادي راه هذاك ما تلقينا شي دعم شي اكيد خويا الا الاصدقاء والاحباب يعني الا كان شي صديق ديالك ولا كذا كيزور وهذه تي يعني كيساعدك او لا يعني الاباء ديال الوليدات بحال مثلا هذه البطوله هذه كان عندي مشكل ديال العجز المادي لقيت مجموعه ديال البيبان سواء السيد الوالي ولا السيدة العمدة ولا الرؤساء ديال المقاطعات ولكن غادي نقاتلك هنايا وغادي نحاول نصبر حل قلتي ان عندك يعني قرابة من المسؤولين المحليين ما هي لوجيستيكية يعني المسؤول المحلي ديال مدينة مراكش ذكرتي اسماء ككل ما كانش عندهم فكرة من ما هو لوجيستيكي لما هو مادي صراحة ما عنديش شي جواب يعني على حسب هذا السؤال هذا لان تقيد جميع البيبان ولكن ما كاين حتى شي حتى شي استجابه مسؤول واحد هو اللي تواصل معايا الرئيس ديال المقاطعه قال لي اوتي راه انه الجامعه ما تقدرش انها يعني تدعمك ماديا لان ما عندهاش شي ارتيكل انه تدعم مثلا الابطال ما عرفناش هاد يعني سميتو واش فعلا كاين هاد سميتو مع انني انا راه بطل وطني بطل مغربي كنمثل الرايه المغربيه يعني في الدول خارج ارض الوطن يعني الرايه ماشي 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 يوسف الكعوب اللي كيحمل للصوره ولا ماشي راه هو ضحك يعني كيتحكي على نفسه اكيد ماشي من جماليه الكلام اكثر فيه ولكن هذا حنا شفنا وتحكينا في الكواليس سيرت كنعرفو واش ما كانش اتصال يعني من الناس اللي معنيين اللي كادر ديال الرياضه اللي يكونوا الحظ بصفه عامه كاينش اتصال وهو بالنسبه للمسؤولين قبل ما كان حتى شي اتصال يعني لا مسؤول عن الرياضه سواء مدينه مراكش او خارج مدينه مراكش يعني كانوا معنا اخوان حتى هما من مدن اخرى اللي مشاو حتى هما شاركوا يعني حتى هما تقريبا راه كلهم الاغلب كلهم مش غنقول الاغلبيه كلهم راه مشاو مع الخاص ديالهم حتى هما يعني صراحه ما كانش حتى شي سميتو تواصلوا معنا الناس هنايا سميتو كما قلت نفس الجواب اللي قلت لك قبيله يعني تلقاو انه راه ما كاينش كيفاش نديرو اننا ندعمكم اتفاقا كان اتصال مع واحد تنعتبروها استاذه وصديقه يعني تقاتلت حتى هي باش انها تشوف يعني المسؤولين وكذا ولكن للاسف كانت خارج ارض الوطن ما عرفاش كيفاش يعني مجموعه ديال الاخوان كذلك سي عبد القادر الحباب حتى هو دار اتصالاته سي عبد الرحيم العمين حتى هو دار اتصالات ديالو سي محمد العمراني حتى هو دار اتصالات ديالو ولكن ما داروا لي عليهم هما يا مشكورين كاشخاص واصدقاء واخوه ديالي ولكن ما قدر الله ما شاء فعل ما علاش ما غنقولش لك ما غنوقفوش وما غنقولش لك غنوقف علاش لان دابا حنا الرياضه عندنا شي حاجه اللي بالدم الشوطه مضروبه تتوقف مثلا 10 8 الوليدات يسافروا ولا كذا كتكون خاصك شي حاجه انت فهمتيني يعني ما يمكنش انك توقف على
ممارسة الرياضة أولا، وعلى التلقين ديال الدروس ديال تيولام جيولونغ للوليدات. نقدر نقول لك أنه إلى ما صراحة واحد النهار نقدر نتوقف أنني ما بقاش نشارك يعني في مشاركات يعني الدولية والعالمية، نقدر ما بقاش نشارك ممكن، لأن ما يمكنش أنك تبقى ديما كتسلف وتكلف باش أنك تمشي وتسلف وتكلف. كنسطر عليها لأن هذه النسخة هذه كنبغي نشكر الأصدقاء ديالي هما اللي وقفوا معايا، يعني اللي كنقولوا اللي تسلفت في هذا الوقت راه عطاك. كنبغي نشكر كذلك الأمهات والآباء ديال الممارسين ديال كلوب أتليت ستار، كذلك بعض الآباء ديال جمعية أسود مراكش للرياضة، يعني اللي حاولوا أنهم يديروا واحد المبادرة باش أنه يعاونوا ولو بالقليل من أجل المشاركة. نشكر كذلك الصديق ديال سي عبد الرحيم العميم، حتى هو يعني ما دخلش من المال الخاص، يعني ما لقاش ليا كيفاش، وقال لي كنت نتعاون معك من المال الخاص والله يجازيه بخير. يعني الأصدقاء ديالي آخرون يعني اللي لقيته بالجنب ديالي في يعني في غياب المسؤولين عن قطاع الرياضة سواء بمدينة مراكش أو بالمغرب بصفة عامة.